ابدا، انا مش مصدق ازاي وانا متحول لاقوى نسخه مني بتهدى عليا. هي فريزا، انت عارف ان انا اقوى بكتير بالغريزه الفائقه، واستحاله كمان انك تهدى عليا. وكمان انت عارف انك مهما تحولت لاقوى نسخه منك عمرك ما هتعرف تهدى عليا ابدا، وتحقق اللي انت عايزه وتدمر كوكب الارض. اسمع، مسيره اجيلك يا غوكو، مسيره اجيلك وهقضي عليك وانتقم من السيان كلهم. ماشي، هو هرب. واضح ان المدينه كلها اتدمرت بعد الحرب اللي انا حاربت فيها فريزا ديت. عمر ما اديلك فرصه ابدا يا فريزا انك تهدي على كوكب الارض. فاضل كتير على علاجي ولا ايه يا جوش؟ لا طبعا يا فريزا سان، مفيش الكلام دوت. حضرتك هتتعالج باسرع وقت ممكن، وساعتها تقدر تهزم غوكو. غوكو والسيان، لازم اهزم السيان دوت، لازم اقضي على السلاله دي كلها واقضي على غوكو. هتعمل كده طبعا يا فريزا سان، ولكن انا عندي فكره. فكره ايه؟ مش طالما السيان ده عنده قوه خارقه، ليه ما نشوفش سيان زيه في بقيه الكواكب؟ وساعتها نقدر نضم السيان دوت لاقوى جيش، وهو جيش فريزا طبعا يا فريزا سان. فكرة صح. ازاي الفكرة ديت ما جاتش في دماغي ابدا؟ سيد فريزا، اعتبرها جاية من دماغك طبعا. دور لي بسرعة على كوكب السيان، دور لي بسرعة على سيان يكون اقوى من غوكو، علشان ساعتها اقدر اخلي غوكو دوت يواجه مصيره. حاضر حاضر سيد فريزا. قائد فريزا، قائد فريزا. ايوه قول، اخلص. عايز اقول لك على اخبار حلوه جدا، لقينا كوكب بقوه سيان خارق رهيبه جدا. ايوه انا حسيت بيها من هنا. مستني ايه؟ يعني دلوقتي نقدر نغير اتجاه السفينه للكوكب دوت؟ ايوه طبعا. حاضر حاضر سيد فريزا. اخيرا جاي لك يا سيان. هو انت متاكد ان هو ده الكوكب اللي فيه السيان؟ ايوه طبعا يا سيد فريزا، صدقني هي ديت الاحصائيات، هو دوت الكوكب اللي فيه قوه خارقه للسيان. انا فعلا حاسس ان فيه قوه رهيبه قوي في المكان دوت. هاي برولي. في صوت تحت فعلا. هاي برولي، انت ليه ما بتسمعش الكلام؟ ليه مش عايز تيجي وانا عمال اقول لك تعالى؟ انت عارف ان انت لو ما سمعتش الكلام يا برولي هدوس على الزرار دوت، والزرار دوت هيعاقبك ويكهربك، انت عارف كده صح؟ عارف. طب هدوس على الزرار لو ما سمعتش كلامي، تعالى يلا اطلع برا. لا مش هطلع برا. يبقى انا هدوس على الزرار، انت اللي خلتني اضطر لدوت، يلا خد. حاضر حاضر حاضر، خلاص تعالى يلا يا برولي، تعالى بعد كده تسمع الكلام. ما بحبش العينات دوت، انت عارف ان انا اقدر اعاقبك بالجهاز وانا اللي مربيك، يعني تسمع الكلام في ساعتها. حاضر، عايز ايه دلوقتي؟ اقول لك دلوقتي عايز ايه. اهلا 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 اهلا. الصوت دوت انا عارفه كويس. اوعى يكون اللي في دماغي. لا مستحيل مستحيل. سيد فريزا، فريزا سان. مين دوت يا بابا؟ مين دوت؟ بس يا ولد بس، ارجع، ده فريزا سان قائد الكوكب اللي احنا قاعدين عليه دوت. اتفضل يا فريزا سان، اتفضل. حضرتك عايز ايه؟ عايز اي حاجة من عندنا؟ هل احنا مضايقينك ولا حاجة؟ لا ابدا مش مضايقني ولا حاجة، بس انا مش مصدق اللي انا شايفه قدامي دوت. واحد من السيان وشكله جواه قوة مهولة، انا حاسسها، حاسس بالقوة اللي جواك. ايوه دوت ابني برولي يا سيد فريزا. كويس جدا، انت طبعا نفسك تخدم في جيش فريزا الكبير، جيش فريزا اقوى جيش ممكن تشوفه في الكواكب، صح؟ ايوه طبعا، لينا الشرف، لينا الشرف طبعا يا سيد فريزا، ليا الشرف طبعا ان اكون من جيش فريزا، ولا ايه يا برولي؟ لا انا مش عايز ابقى من جيش حد. انا حاسس انك بتقول كلام غير دوت يا برولي. لا ابدا يا سيد فريزا، انت لازم تتعاقب فعلا. خد. اه 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 اه
ده؟ ايه اللي انت بتعمله فيه دوت؟ ابدا يا سيد فريزا، ده الجهاز دوت علشان عاقبه لما ما يسمعش الكلام مش اكتر. كويس كويس، يعني انت بتعامله زي العبيد بالظبط. لا مش قوي كده، بس اللي انت شايفه صح، يعني مش هنقدر اقول لك لا طبعا يا سيد فريزا. طيب انا دلوقتي عايزك تيجي معايا علشان اقضي على السيان غوكو. السيان غوكو؟ ما اعرفش حد بالاسم دوت، ولكن طبعا قوة برولي رهيبة جدا، وقوته سيان خارق رهيب، فطبعا اكيد هنقدر نهزم اي سيان انت عايزه. كويس كويس، هنبقى نشوف الموضوع ده كله بس قدام عينينا. بس كده اعتقد ان انا كده وقفت وقفة حلوة. دلوقتي بقى يا غوكو تقدر تفدي الصناديق كلها اللي في العربية. ايه انت تؤمر بس يا عمو هاني، ما تقلقش. حبيبي حبيبي يا غوكو. لا بس بسرعة بقى بجد، علشان انا عندي مشوار تاني، عايزين ننقل بضاعة تانية في المزرعة اللي جنبينا. حاضر حاضر حاضر، ما تقلقش اقولك يا عمو هاني. ايوه ايه، في عربية قدام اهيت، عربية بتنزل بضاعة. يا سلام، شكل البضاعة دي هيبقى فيها فلوس بالعبيط، ولا ايه يا ده محمود؟ مش عارف، بس مش شرط دي تبقى بضاعة فلوس، ممكن تكون بضاعة حاجات غالية، وساعتها بقى نقدر نبيعها ونبقى أغنية بقى في بروك هيفن. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يلا بينا يلا بينا نطب على العربية ديت ونسرقها. نسرقها ايه؟ السرقة ديت يعني انت بتعمل الحاجة من غير ما حد ياخد باله، احنا اسمها هنثبتهم المسدس اللي في ايدينا دوت. عندك حق، المسدسين دول بيخوفوا اي حد، بالذات الماسكة اللي بتبقى على اليمين ديت. يلا بينا يا صاحبي. يلا بينا. واو، ودلوقتي يعتبر اخر صندوق. هاي انت اقف مكانك، اللي بتشيل الصناديق اقف. مستحيل مستحيل، في اتنين قطاع طرق اهم. لا 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 لا، استخبى استخبى بسرعة، بس انا خايف خايف لحسن يحصل حاجة. اي نعم، عايزين مساعدة ولا عايزين حاجة؟ في حاجة ولا ايه؟ ها؟ في حاجة؟ حاجة ايه؟ هو انت عبيط ولا ايه؟ انت مش شايفنا رافعين عليك المسدس؟ شكلي دماغه ضربة ولا ايه؟ يا ابني احنا رافعين عليك مسدس، يعني المفروض تخاف. معلش ما خدتش بالي، هو المفروض ان المسدس دوت يخوفني صح؟ اكيد يعني. ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت مش خايف؟ خايف؟ اخاف عشان مسدس؟ معرفش بصراحة. هو انتوا كنتوا فاكرين ان المسدسات ديت هتخوفني؟ هو انتوا بتلعبوا مع واحد في الشارع؟ هو انتوا مش عارفين ان غوكو؟ غوكو ده يطلع مين يعني؟ هو انت عبيط؟ سؤال بس سؤال، انت اهبل؟ اهبل وعبيط؟ انت بتشتمني ليه انت وهو؟ هي اوعى يكون انتوا اللي في دماغي، هو انتوا بتحاولوا تثبتوني عشان تسرقوا؟ ايه ده؟ هو انت لسه مستوعبها دلوقتي؟ ايوه طبعا، بنثبتك عشان ناخد الحاجه منك، وساعتها نقدر نبيعها ونبقى اغنياء. اوف، شايف وقفتي وانا ماسك السلاح؟ شاب طائش. انتوا عبط جدا على فكره، انتوا ولا كانكم فعلا عيال صغيره ماسكين السلاح دوت. يا ابني اضرب الطلقه في دماغك دي، سلمني لنا البضاعه كلها بالعربيه. اكيد لا طبعا، انت بتهزر، اكيد مش هتبقى بالسهوله ديت يعني. يبقى نضرب عليك النور. يبقى قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. خد. ده بسبعه ارواح ده ولا ايه؟ ايه ده؟ انت ما بتموتش ليه؟ مش المفروض تموت علشان نسرق الحاجه ونمشي؟ انت بتهزر، وانتوا فاكرين ان الطلق دوت هيأثر فيا؟ وانتوا فاكرين اني بشري عادي؟ انا مش سيان يا عبط انتوا. طيب انتوا كده ما خليتنيش قدامي فرصه غير ان اضربكم. يبقى اكيد مش هجري. خد دي. ده جسمه فولاذي، احنا روحنا في داهيه ولا ايه؟ شكلك ما بتعرفش تضرب. خد. ده جسمه فعلا فولاذي، ده صخره ده ولا ايه؟ شكلكم عبط جدا على فكره، خدوا انتوا الاثنين. بصراحة ما شفتش أعبط منكم، أنتوا حرامية والله العظيم، عبت بجد. غوكو، برافو برافو عليك يا غوكو، عرفت تهدى عليهم. والبضاعة سليمة صح؟ أيوة يا عم هاني ما تخافش، البضاعة زي ما هي. كويس بجد يا غوكو، أنت فعلا جسمك وقوتك رهيبة جدا، أنت فعلا فولاذي. أنا هوديهم السجن وأنت تبقى تدخل بقى البضاعة عند المزرعة. حاضر حاضر يا عمو هاني. A few moments later. أخيرا
اخر صندوق. حرفيا انا تعبت جدا في الصناديق ديت والله، الواحد حتى وش بقى كله ميه وعرق، لكن دوت ما يمنعش ابدا ان امسي على كل ملوك السعاده ومساء السعاده بكميات زياده. عاملين ايه احنا ناس في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. شكرا جدا 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 للتفاعل بتاعكم في الفيديوهات كلها اللي فاتت، والله العظيم بحبكم من كل قلبي. وسامحوني والله العظيم اني ما نزلتش امبارح فيلم، الصراحه كنت تعبان جدا جدا والله، والصراحه انا ما كنتش عارف اصور فيلم بسبب زوري كان تعبني جدا. وطبعا انا متاكد ان كل ملوك السعاده هيسامحوني. وشكرا لكل واحد كتب لي تحت في الكومنتات الف مبروك يا عمر ويك على ال50,000، الله يبارك فيكم كلكم، ويعتبر ديت فرحه ملوك السعاده كلهم. وكمان عندي ليكم خبر حلو، احنا خلاص ان شاء الله هننزل في قناه الفيس كام قريب جدا جدا جدا. ومش بس كده، لا ده احنا هنواظب عليها وهنعمل فيها حاجات كتيره جدا جدا جدا، وسلاسل العاب روبلوكس والعاب كتيره، واي حاجه انتوا عايزينها هنعملها. يعني لو عايزين خدعه تيك توك، عايزين كل حاجه، اسرار بقى لبروك هيفن، اسرار لكل حاجه هنعملها مع بعضينا. يعني من الاخر كده هيبقى في حاجات جامده جدا جدا جدا. فلو انت لسه ما اشتركتش هناك تعالى دلوقتي علشان في عظمه هتحصل هناك ان شاء الله. وطبعا هسيب لك رابط القناه تحت في الوصف علشان تشوف الفيديوهات اللي جايه كلها هناك. وطبعا الناس اللي كانت بتطلب مني افكار افلام انمي، ما عندي مجال غوكو. بصوا الصراحه انا باخد افكاركم واحده واحده. عايز اقول لكم ان فيلم غوكو برولي دوت الطلب مني كتير جدا 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 في الكومنتات والله، والصراحه انا قلت ما ينفعش ازعل ملوك السعاده، فقررت ان انا لازم اعمل لكم فيلم غوكو برولي، ويا رب الفيلم يعجبكم. وطبعا زي ما احنا متفقين ان كل مره هنقول 7 اسماء من ملوك السعاده، ودلوقتي اول اسم معانا هو ميجا، وتاني اسم هو ابراهيم، واحمد بقى والله بجد شكرا، انت قلت لي بحبك بكل اللغات، صدقني انا كمان بحبك والله العظيم، وكمان بحبكم كلكم. ورابع اسم اسمه محمود كامل، وخامس اسم اسمه منتصر وهو جديد في ملوك السعاده، وطبعا نقول له اهلا بيك في كاتبه ملوك السعاده منتصر. وسادس اسم اسمه عمرو، وسابع اسم اسمه محمد وهو من اليمن، وتحيه كبيره لاهل اليمن. وثامن اسم اسمه احمد. ويا ريت بقى يا اصحابي محدش ينزل تحت يكتب في الكومنتات انا زعلان منك، والله العظيم انا بتضايق لما بلاقي كومنتات كده. انا زي ما قلت لكم اسماءكم هتظهر في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، ويا ريت محدش يزعل. ودلوقتي بقى بعد ما انا طبعا خلصت شغل المزرعه، المفروض ان انا اروح البيت استريح شويه. بصراحه انا تعبان جدا جدا، شغلي كله هو عباره عن اني بنقل بس الحاجات من العربيه علشان احطها في المزرعه. اوه اخيرا دلوقتي كده اقدر استريح لما افتح التلفزيون شويه واشوف الاخبار. خبر عاجل، معكم المذيع خوخة من اخبار بروك هيفن. جات لنا اخبار دلوقتي، اخبار مصيبه يعتبر. انا اسف لو كل اخباري كلها مصيبه، ولكن ديت مهمتي في نشره الاخبار. دلوقتي جالنا خبر ان في سيار رهيب شبيه بغوكو جدا، لدرجه ان في ناس كتير قالت ان هو غوكو، هو غوكو اللي عمال يدمر في المدينه. ولكن بعد ما الشعب حاول يتاكد مين هو السيان اللي عمال يدمر في المدينه بالقوه الرهيبه ديت، عرفنا ان هو وحش مخيف جدا عنده قوة غوكو، وممكن يكون اقوى كمان. ولكن احنا كده رايحين في داهية، رايحين في داهية بجد. والسيان دوت بيقول ان هو اسمه برولي ومن جيش فريزا. انا مش فاهم فريزا دوت هيطلع لنا كم مرة، احنا مش هزمناه كذا مرة وبس كده. فياريد غوكو يسمع ان ده دوت ويجي الحانة بسرعة. وكان معكم خوخة من اخبار بروك هيفن. يا رب توب علينا من الشغلانة ديت ونشوف شغلانة تانية بقى ناكل عيش منها، ما تبقاش فيها مصايب. سلام. حرام بقى بجد بقى ما تهزرش، ما هو مش كل شويه لما اجي ارتاح الاقي لا اما في شغل ولا اما في مصيبه لازم انقذ المدينه. بس هو قال كلمه سيان. هي هو المذيع خوخه ده كذاب ولا انت قالي؟ هو قال سيان، والمشكله ان مفيش اصلا سيان خالص على كوكب الارض غيري انا وفيجيتا. وكمان فيجيتا هو كان قايل ان هو يروح مع بيرو السما علشان عايز يتدرب هناك. هي يعني كده معناها ان مفيش سيان غيري. لحظه، هو لسه في سيان تاني عايشين؟ هوهو اخيرا هلاقي واحد اقدر احاربه، ولاقي واحد عنده قوه، وساعتها اشوف بقى هل في سيان اقوى مني ولا لا. جاي لك يا برولي. انت متاكد ان هو كده يقدر يدعي على غوكو؟ انت ما تعرفش قوه غوكو حدودها ايه اصلا؟ ايوه طبعا يا سيد فريزا، انت لسه ما شفتش قوه ابني برولي. برولي عنده قوه مهوله جدا، انا متاكد ان هو ممكن يكون اقوى واحد في السيان اصلا. لما نشوف هيعمل ايه دلوقتي مع غوكو. ايه انت بتدمر في المدينه ليه؟ انت هو غوكو؟ ايوه انا غوكو. عندي اوامر ان انا لازم اقضي عليك،
هاد عليك دلوقتي. على فكرة لو انت من السيان يعني اعتقد ان احنا مفروض نبقى مع بعض مش ضد بعض. انا ما بحبش اتكلم كتير، خد. ايه ده، مستحيل، ايه بجد القوة ديت؟ واو انت سريع جدا حرفيا، انا ما خدتش بالي منك. كل الكلام دوت ولا يفرق معايا، خد امسك، خد دي كمان ودي برضو. ايه كتير او كده، خد بقى. واو ما كنتش اتخيل ان في سيان بالقوة ديت والسرعة ديت من غير ما يتحول لأي تحول خالص. تحول؟ أيوة تحول، هوريك دلوقتي طاقة السيان الخارق. هي ديت طاقة السيان. ايه ده؟ ايه التحول دوت؟ واضح ان انت ما تعرفش حاجة خالص عن قوة السيان، والغريبة ان قوتك شديدة فعلا من غير ما تتحول. ايه شوف سرعتي. الغريب ان هو شافني حتى في السرعة ديت وكمان لحق. طيب واضح ان لازم دلوقتي اتحول لسيان 3. قول لي ده ولا يفرق معايا، برضه هاد عليك. ها الغريب ان هو مش فارق معايا حاجه خالص. خد خد ديت برضه ولا اثرت فيا كل دوت ولا حاجه خالص. A few moments later. واو حتى برضه الغريزه الفائقه مش عارف اقضي عليك، لكن على قد ما القتال صعب على قد بصراحه ما انا اتبسطت جدا معاك في القتال دوت. اخيرا لقيت حد يحاربني وانا بتحوله للغريزة الفائقة. قوتك فعلا مهولة، ما كنتش اتصور كده ابدا. اخيرا لقيت حد يجاريني بقوتي. الموضوع بقى ممل جدا، ممل جدا. اعمل ايه طيب، اعمل ايه طيب يا سيد فريزا؟ ما كنتش اتصور ابدا ان قوة السيان اللي اسمه غوكو دوت رهيبة بالشكل ده. طيب في حاجات كده لازم ندين فيها شوية حماس. تقصد ايه؟ تقصد ايه يا سيد فريزا؟ اكتر حاجة بيحبها برولي ايه؟ السؤال ده مش بيطمني. اكتر حاجة بيحبها هو انا يا سيد فريزا عشان انا اللي مربيه. يبقى بس كده اكيد ده هيصير غضبه ويخليه بقى اقوى. خد. برولي باباك مات يا برولي. مين اللي قال كده؟ فين بابايا؟ بابايا مات. ايه هو فريزا قتل باباك؟ اخيرا اخيرا. يلا يا برولي ايدي على غوكو دلوقتي كده تبقى متعصب صح؟ استعمل قوتك. ايه الشر دوت، انت قتلت بابا عشان يتعصب ويدي عليا؟ ايوه يلا يا برولي يلا استعمل قوتك، اكيد انت كده متعصب. يلا بابايا 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 الوحيد اللي رباني. ايوه كده ايوه يلا طلع طلع يلا من جواك تكتي السياني يلا وموت غوكو يلا. انت اللي قتلت بابا، انت اللي قتلت بابا. ايه ده، انا ما كنتش قصدي، انا يا غبي يا بل، انت قوتك دي هتطلعها على غوكو مش عليا. لازم لازم تموت، لازم تموت يا فريزا. غبي غبي جدا، انت قوتك كلها دلوقتي مستنفذة مع غوكو وغوكو برضو ضعيف. يعني اقعد عليك، خد بطيء جدا، خد انت بقى. هاي برولي. ايه هتنكز وانت كمان يا غوكو؟ يا نهار ابيض، انقلب السحر على الساحر فعلا زي ما بيقول، لكن جيب بفايدة، جيب بفايدة يا برولي بعد ما هلكت قوتك مع غوكو وغوكو حتى هلك قوته معاك. هاي فريزا مش هسمح لك ابدا، خد ديت يا فريزا. بطيء، خد انت بقى. مستحيل، احنا قوتنا خلصت خالص مع بعض يا برولي. اخيرا النهارده يوم سعدي، مش هادي على واحد سيان، بالعكس هادي على اتنين سيان، ده رقم قياسي دوت. مش هنعرف نهزمه ابدا، ما قدمناش حل غير الاندماج، انت عشان تاخد حق باباك وانا عشان انقذ كوكب الارض من الدمار. حرفيا فريزا هيقضي على كوكب الارض ويستغل الفرصه ديت. هنندمج ازاي مع بعض؟ هنندمج مع بعض مع حركه الاتسيكاكي. حركه الايه؟ الاتسيكاكي، ما تدققش معاه في الكلام، هي ديت الحل. ماشي موافق. هتعمل زي بالظبط، اتسيكاكي كاكي كاكي، اتسيكاكي كاكي ماكي، اتسيكاكي كاكي ماكي، اتسيكاكي كاكي كاكي، اتسيكاكي كاكي ماكي، اتسيكاكي كاكي ماكي. دماغكو خرافت وبقيتوا ترقصوا. الاندماج. ودلوقتي
حنقدر نقضي عليك يا فريزا، ولكن بقوتي انا وقوة برولي هنعرف نقضي عليك. ها ايه اللي انت مكدوت؟ وريني كده، وريني اقصى ما عندك. هوريك دلوقتي قوتي. كا مي ها ها. ودلوقتي لازم اقعد عليك خالص يا فريزا، علشان مهما عملت هتجيلي تاني انا متأكد. خد يا فريزا. واخيرا قضيت على فريزا. خبر عاجل، اخيرا جينا باخبار حلوة. هوت طبعا تم القضاء على فريزا نهائيا، وده كله طبعا بسبب غوكو وكمان برولي، هما الاتنين انقذوا المدينة. وطبعا كده بقى في تلاتة سيان، غوكو وبرولي وكمان فيجيتا. احنا مش مصدقين، اكيد كده دلوقتي كوكب الارض في امان بعد ما ينقذوا المدينة من اي خطر تاني. هاي وبس كده سلام. برافو عليك، برافو عليك يا برولي. انا مش مصدق بجد ان لقيت واحد يعرف ينقل الصناديق بالسرعه ديت زي غوكو. شكرا، ده اخر صندوق. ايه برولي، برافو عليك. برافو عليا، اتاكدني امتى؟ ايه هو همك بس الاكل، هناكل اول ما نخلص شغل مع بعض. طيب ماشي، انا هستنى هنا. ايه عم هاني، برافو عليك فعلا انك لقيت واحد يساعدك في الشغل دوت. طبعا كده دلوقتي انت مش هتشتغل لوحدك يا غوكو، وعلى فكره الولد ده كويس جدا. ايه شكرا ليك جدا يا عم هاني، شكرا. العفو، يلا سلام بقى علشان همشي. طيب وبس كده، ويكون فيديونا ده خلص. يا رب يكون الفيلم عجبكم، محدش فيكم بقى ينسى اللايك بتاعه والاشتراك في القناه عشان تشوف كل فيديوهاتنا الجايه الجامده ان شاء الله. وسلام. يلا عايز اكل. حاضر يا برولي جاي لك. سلام، يلا عشان برولي جعان. حاضر جاي لك يا برولي.